أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص دائما على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل، بما يحقق علاقات فاعلة ومتوازنة مع مختلف بلدان العالم. جاء ذلك خلال لقاء سموه كلا على حدة بإنريكي بينيانيتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، وعاطفة يحيى آغا رئيسة جمهورية كوسوفا، وتوميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا، وذلك على هامش مشاركتهم في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه الإمارة. وعقد سموه بعد ظهر أمس جلسة مباحثات مع إنريكي بينيا نييتو الرئيس المكسيكي، معربا سموه عن سعادته بأن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والنمو في كل المجالات. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بزيارة الرئيس المكسيكي والوفد المرافق، متمنيا سموه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمكسيك. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض عاطفة يحيى آغا رئيسة جمهورية كوسوفا والوفد المرافق، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي تستضيفه الإمارة. ورحب سموه برئيسة كوسوفا وبحث معها علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين. من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض تيميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا، الذي يزور البلاد لحضور فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2016. ورحب سموه بالرئيس الصربي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتناول اللقاء التعاون الثنائي خاصة في المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرصها على مد جسور التعاون والصداقة مع دول أمريكا اللاتينية وتعزيز الشراكات القائمة والبحث عن المزيد من فرص التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.